السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في الفيديو الجديد، ولكن قبل بدايته هل انتم الصلاه على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام. مرحبا بكم في الفيديو الجديد، ولد من خلال راح اشارك معكم اخر اخبار محترفينا والمنتخب الوطني الجزائري، بالاضافه ايضا الى انه راح اشارك معك تصريحات فلاديمير بيتكوفيتش مدرب المنتخب الوطني الجزائري، وكذلك خوان ميتشا مدرب غينيا الاستوائيه بعد المباراه اللي جمعت بين الخضر وكذلك خصمها غينيا الاستوائيه والتي انتهت بهدفين مقابل ولا شيء. راح اشارك معكم ابرز التصريحات، بالاضافه ايضا الى نقاط مهمه ما بعد المباراة سنتعرف عليها، فابقوا معنا. وإذا كنتم تشاهدون المرة الأولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا الانستغرام الظاهر أمامكم. ما نطولش عليكم خاوتي، ندخل مباشرة إلى صلب الموضوع. طبعا فلاديمير بيتكوفيتش في ندوته الصحفية بعد المباراة صرح قائلا: حققنا فوز مهم وكان وجه الفريق مختلفا في الشوط الثاني. هذا هو الحال بالنسبة للعديد من اللاعبين، كنا أفضل في الشوط الثاني وكان بإمكاننا جعل النتيجة أكبر. نحن لا نستقبل وهذا أمر جيد، يعني ما يسجلوش علينا، فقط نحن ما نسجل وهذا أمر جيد. هنالك إيجابيات وسلبيات كما هو الحال في جميع المباريات، ولكننا فزنا وهذا هو الشيء الأكثر أهمية. وكذلك فلاديمير بيتكوفيتش عبر عن سعادته بهذا الفوز الأول له بطبيعة الحال في التصفيات الإفريقية المؤهلة اللي كان سنة 2025 بدولة المغرب، وأكد بأنه فازوا بشق الأنفس لأن المنتخب غينيا الاستوائية يعني فرض سيطرته في هذا اللقاء. كذلك صرح قائلا: الأبواب ليست مغلقة في وجه أي لاعب، وكان بالخصوص يتكلم عن يعني يوسف بلايلي. كذلك صرح قائلا: لدينا أكثر من 55 اسم ونختار من أعتقد أنه قادر على قيادة الفريق نحو الفوز. هذه المرة كانت هذه القائمة، وفي المرة القادمة قد تتغير. بشكل عام كان اليوم دفاع المنتخب الوطني الجزائري قويا جدا. فبغيتكم في صندوق التعليقات تكتبوا لي يعني واش كان دفاع المنتخب الوطني الجزائري كمناصرين شفتوه حقا قوي أم العكس. كذلك صرح قائلا: لقد أعطى عطال الكثير لهذا الفريق، فهو دائما جاد ومحترف، وأنا أدعم لاعبي فريقي وبالتالي أدعم يوسف عطال وأعتقد أنه يستحق الاستدعاء. بعد ذلك هنالك دائما آراء يمكنها أن تختلف مع اختياراتي. في هذا التصريح المدرب أصر على يعني المدافعة عن يوسف عطال، قال بأنه اللاعب احترافي، اللاعب لطالما قدم الإضافة للمنتخب الوطني الجزائري وهذه هي اختياراتي، وممكن يعني أنه يكون اختلاف بين القائمة اللي شاركتها معكم والقائمة اللي استدعاها وكذلك آراء الجماهير الجزائرية. ولكن المدرب أكد باللي أنه حب يدعم هذا اللاعب، واللاعب صراحة قدم مستوى كبير للأمانة يوسف عطال في هذا اللقاء. أما بالنسبة للتصريح الموالي صرح قائلا عن جمهور وهران، قائلا: جمهور وهران هو في الحقيقة اللاعب رقم 12 والملعب كان مثاليا وسنعود، إنهم يستحقون مباراة أخرى. فالمدرب أعجب بحماس الجماهير الخاصة بوهران اللي كانت في المدرجات، وأعجب بالأجواء، وبالتالي يعد الجماهير وهران لأنه سيعود إلى ملعب ميلود هدفي من أجل لعب مباراة أخرى. كذلك صرح قائلا: لا أستطيع أن أقول لكم كم، ولكن لدينا قائمة موسعة من اللاعبين ذو الجودة، ولدينا لاعبون للتقدم وتقديم أشياء عظيمة. الآن نتابع المباريات تلو الأخرى، وهنالك مباراة مقبلة ضد ليبيريا. فتمنياتهم كل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري في باقي المباريات. طبعا بالنسبة لتصريح آخر من محمد الأمين طوغاي صخرة دفاع المنتخب الوطني الجزائري، كشف لنا في تصريح بطبيعة الحال كيفاش يعني رجعوا في المباراة. الشوط الأول كان كارثي، ولكن الشوط الثاني شفنا وجه آخر للمنتخب الوطني الجزائري، وبالتالي اللاعب الدولي الجزائري يعني محمد الأمين طوغاي شارك معنا ما هو السر اللي خلاهم يعودوا في المباراة ونشوفوا وجه آخر وجديد للمنتخب الوطني الجزائري. اللاعب صرح قائلا: خطاب بيتكوفيتش في الاستراحة أيقظنا. يعني بيتكوفيتش دخل على اللاعبين في غرف تبديل الملابس، أعطاهم واحد الخطاب أيقظ يعني روح اللاعبين، وبالتالي قدموا مستوى كبير في الشوط الثاني. فهذه هي نقطة التحول أعزائي الكرام، واللي أكدها محمد الأمين طوغاي أنه الفضل يعود للمدرب اللي أيقظ ضمير وكذلك أيضا حماس اللاعبين، واللي حاربوا فوق أرضية الميدان في الشوط الثاني وسجلوا هدفين، وكنا قادرين نسجلوا أهداف كثيرة لولا تضييع يعني العديد من اللاعبين لفرص كانت سانحة للتسجيل. بالنسبة لإخوان ميتشا مدرب منتخب غينيا الاستوائية صرح قائلا: قدمنا مباراة جميلة أمام الجزائر وكنا نريد الفوز، لكن سنعوض في المباريات
القادمة. أخوان ميتا عزيزي كرام، غينيا الاستوائية يعني تعاقدت معه وجددت يعني عقده مع هذا المنتخب من أجل التأثير على المنتخب الوطني الجزائري في محاولة الفوز على هذا المنتخب بعدما حطمونا سلسلة اللاهزائم، لأن أخوان ميتا كان نفسه مدرب غينيا الاستوائية تحطمونا سلسلة اللاهزائم، ولكن خطة منتخب غينيا الاستوائية لم تنجح لأنه شفنا اليوم وجه آخر خاصة في الشوط الثاني. لو كان كملنا بنفس مستوى الشوط الأول نأكد لكم باللي أنه المنتخب غينيا الاستوائية كان راح يفوز علينا. وتخيل أنه هذا الفريق لعب لنا بهذا الأداء العالي في الشوط الأول خارج دياره، فتخيل معي أعزائي الكرام كيفاش راح يستقبلنا داخل دياره. فعلى المنتخب الوطني الجزائري العمل الجاد من أجل الفوز على بقية المنتخبات وكذلك أيضا مباراة العودة ضد هذا المنتخب خارج الديار. حاليا نمر إلى ماذا قالت الصحف والإعلام عن مباراة الجزائر وانتقامها من غينيا الاستوائية. كما شفتوا اليوم أعزائي الكرام كان عندنا لاعبين سجلوا الهدف الأول والثاني في هذه المباراة، كل من حسام عوار وكذلك أيضا الدولي الجزائري أمين غويري. وطبعا الحساب الرسمي للدوري الفرنسي صرح قائلا: الأصدقاء القدامى يحققون الفوز لمحاربي الصحراء أمين غويري وهداف الدوري المواهب السابق حسام عوار يسجلان ثنائية فوز الجزائر أمام غينيا الاستوائية. أما حاليا أعزائي الكرام نمر إلى النقطة الموالية واللي تتعلق بالإعلام غينيا الاستوائية ماذا قال بعد هذه المباراة. طبعا جريدة أهورا الغينية الاستوائية صرحت قائلة: فريق منتخب غينيا الاستوائية يبدأ أولى مبارياته بالهزيمة أمام المنتخب الوطني الجزائري. وفي مقالهم أكدوا قائلين أنه بدأ فريق السيد خوان ميتشا طريقه نحو بطولة كأس أمم أفريقيا بطريقة خاطئة بعد خسارتهم بهدفين مقابل ولا شيء ضد المنتخب الوطني الجزائري. وكذلك أكدوا قائلين بأنه يعني في الشوط الثاني لم تتراجع الجزائر عن مستواها الهجومي لتسجيل الهدف الأول بعد ما سجل حسام عوار في الدقيقة 69 من عمر المباراة، وكان أبناء خوان ميتشا يفقدون يعني نفسهم في هذه المباراة باختصار شديد. وكذلك أيضا شاركم على نفس المعلومة اللي كنت نعودها لكم في كل مرة اللي قلت لكم عليها، هي محور هذه المباراة يعني اللي كانت راح تأثر على المنتخب الوطني الجزائري، ولكن المنتخب الوطني الجزائري نجح في التعامل مع هذا اللقاء، هو تحطيم سلسلة اللاهزائم. هو حتى الإعلام الخاص بغينيا الاستوائية يذكر دائما بأنه هذا المنتخب غينيا الاستوائية حطم سلسلة اللاهزائم للخضر سابقا، ولكن هذه المرة احنا انتقمنا أعزائي الكرام بدورنا في ملعب ميلود هدفي. طبعا إسماعيل بن ناصر هو الآخر بعد فلاديمير بيتكوفيتش أعجب بالاستقبال الحار وكذلك التشجيعات الحارة من جماهير وهران، وطبعا صرح قائلا: شكرا وهران، يعني شكرا على هذا يعني الدعم الكبير وشكرا على هذا المباراة يعني وأيضا يعني أهزيج الجمهور وكذلك اللاعب رقم 12 الذي كان حاضر في المدرجات. طبعا نختم لكم هذا الفيديو أعزائي الكرام بنتائج اليوم: بوروندي تفوقت على ملاوي بثلاثية مقابل هدفين، كذلك غينيا بيساو تفوقت على إسواتيني بهدفين دون رد، كذلك يعني إفريقيا الوسطى جمهورية إفريقيا الوسطى فازت على ليسوتو بثلاثية مقابل ولا شيء، الكونغو فازت على جنوب السودان، بالنسبة لغانا خسرت أمام منتخب أنغولا في الوقت القاتل، أما بالنسبة لتونس فازت على مدغشقر، والجزائر فازت على غينيا الاستوائية. أو خلينا نقول أن الجزائر انتقمت من غينيا الاستوائية. فكما قلت لكم يعني كمختصر شديد لهذه المباراة: شوط أول كارثي، شوط ثاني حيوي، وأيضا أهداف سجلناها، ولكن كاين بعض النقاط اللي لازم على المنتخب الوطني الجزائري يصححها، من أبرزها اللمسة النهائية. إذا بقينا نضيع بمثل هذه الطريقة أعزائي الكرام يعني ما راح نديروا ولا شيء. وطبعا احنا على بالنا باللي انه الفريق اللي يضيع يستقبل، ولكن هذه المره الصحوه اللي صحاها المنتخب الوطني الجزائري في الشوط الثاني مارغري انه ضيعنا العديد من الفرص في الشوط الاول، الا انه بقينا اقوياء وفزنا عليهم في الشوط الثاني. فان شاء الله القادم يكون افضل من هذا اللقاء اللي شفناه اليوم، وهذا كان فقط تحذير لعناصر المنتخب الوطني الجزائري، وما ينتظرهم في المباريات القادمه سيكون اقوى وممكن انه راح يكون أسوأ، ولكن على المنتخب الوطني الجزائري ان يتعاملوا مع كل مباراه بجديه وكذلك ايضا بذكاء. والحاجه اللي عجبتني على الكرام هو ان المنتخب الوطني الجزائري لم يتاثر نفسيا امام هذا المنتخب. وطبعا أعزائي الكرام كان هذا الفيديو اليوم، خبرونا رايكم في صندوق التعليقات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام.